السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني أسرع فيديو في اليوتيوب على التوالي، رد رسمي من تركي آل الشيخ بعد انتقال أحمد فتحي البيراميدز رسميا. رد تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية على الفيسبوك بعد ما عرف إن أحمد فتحي راح بيراميدز، وطبعا حب يعني يقول رسالة تبين للجماهير إن أحمد فتحي راح بيراميدز بمزاجه وما راحش غصب عنه، وإن اللي حصل يومين اللي فاتوا لما تركي آل الشيخ كلم بيراميدز وقال لهم ما تاخدوش أحمد فتحي ولأ ومش هينفع، وبعد كده طلع كلام وقال إنه خلاص رجع يدق الباب تاني، إن هو يعني أحمد فتحي عايز يرجع النادي الأهلي فنجيبه بتلت التمن. ونفاجأ النهارده إن بيراميدز يعلن رسميا عن صفقة أحمد فتحي، وإن هي كانت خلصانة منذ أيام أيضا ولكنهم مرضوش يعلنوا عنها وفضلوا إن هم يأجلوها، ولكن أخيرا وافقوا إن هم يعلنوا عنها النهارده علشان يشيلوا اللغط اللي حاصل والكلام اللي بيحصل على السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي كلها من إن أحمد فتحي لأ ده مش رايح بيراميدز، لأ ده راجع الأهلي، لأ ده مش عارف رايح فين، لأ ده رايح الجونة. فرد تركي آل الشيخ وقال في كلمات بسيطة، طالما مش عاوزين نقطع الرزق ليه، ربنا معاه، بمعنى اصح او كلام من النادي الاهلي انا خلاص خليت بيراميدز ما ياخدش احمد فتحي، فخلاص رجعت النادي الاهلي تاني وكلمتهم قلت لهم خلاص خدوا احمد فتحي، فالنادي الاهلي مش عايز ياخد احمد فتحي، وطالما مش عاوزين خلاص سيبوا بقى، كلمت بيراميدز اللي هو بمعنى اصح خلاص انا كلمت بيراميدز تاني وقلت لهم خلاص يا جماعه لو عايزين احمد فتحي خدوه، كده كده الاهلي مش عايزه خلاص وفرط فيه. ده للاسف كنت عايز اقول ان هو تاني اسرع فيديو في اليوتيوب او اسرع من اللي فات، ولكن هو ابطأ من اللي فات شويه، معلش الفيديو طول شويه خد دقيقه وحاجه و30 ثانيه، بس حبيت اقول لك الاخبار العاجله والحصريه، ولو عايز دايما تشوف الاخبار العاجله والحصريه معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم اخوكم عمرو عاطف الحصري والعاجل.